الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على استمرار التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في مختلف المجالات. الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ومدبولي يؤكد أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. بدايتنا في هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري. سمر، شكرا لك هشام. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليبس تشيسيكيدي، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجها بالشكر على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، ومؤكدا أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. من جانبه توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، الأمر الذي يحقق مصالح الشعبين والقارة الإفريقية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. المستشار أحمد فهمي صرح بأن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال الاتصال تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. من جانبه أشاد الرئيس السيسي بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني أكد تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة، وقد اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم. هذا وأكد الرئيس السيسي رفض مصر التام لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وخلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف لجان الكونغرس الأمريكي، شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس السيسي شدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة السيناتور جوني أرنست، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية، مشددا على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية،
من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني، مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد، حيث شدد سيادته على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد. كما أكد السيد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة، كما أكد أولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في القطاع، معربا عن ضرورة اطلاع الأطراف الدولية المؤثرة بمسؤولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وخلال استقباله وفدا يضم 8 أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، أكد وزير الخارجية ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، كما شدد على رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن هذه الأفكار لا يمكن أن تتحقق من خلالها الاستقرار في المنطقة. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكي تقديرهم الكامل للجهود التي تطلع بها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودورها في تأمين خروج الرعايا الأجانب من القطاع، إلى جانب تسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وأن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه. كما شدد المصدر على أنه في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف. أكدت مصر ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها ومعارضتها لأي إجراء من شأنه الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. وقدرت مصر في بيان صادر على الخارجية خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها والتي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتزيد من حدة التوترات بين دولها في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول. وشددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وطلبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات. وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
هذا وأعربت الجامعة عن تضامنها بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة عملت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي على توجيه الدعم إلى مستحقيه، وعملت على ترشيد منظومة المواد البترولية وهيكلة تعريفة الكهرباء. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه. أي خبراء اقتصاديين، واسمحوا لي النهاردة هتكلم اقتصاد كتير شوية، كانوا بيؤكدوا أن إصلاح أي اقتصاد بيبدأ بترشيد أوجه الإنفاق اللي ممكن النهاردة الدولة بتتسبب في زيادة مصروفاتها وبتؤدي إلى خسائر كبيرة جدا لموازنات الدولة، ومن شأنها أنها تتسبب بعد كده في زيادة ديون الدولة وتحميل الدولة أعباء مالية كبيرة. وعندما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، وكلمة ترشيد الدعم هنا يعني ان احنا مش بنوقف الدعم، بالعكس احنا عايزين نضمن انه لما الدولة بتتدخل بالدعم بتتدخل بحيث انها يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين ونفيد المستحق الحقيقي واللي هو الفئات محدودة الدخل. وعشان كده الدولة المصرية وحضركم تتذكروا دخلت في برنامج في هذا الوقت في ترشيد منظومة المواد البترولية، وتحط برنامج لهيكلة تعريفة الكهرباء والمية والغاز، وكل ده كان هدفه ان في كل خدمة منهم الدولة تصل ان اللي بيحصل ان يكون هناك دعم تبادلي جوه كل قطاع. إذا وأكد مدبولي أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. الدولة المصرية طبعا زي العالم كله وجهنا بأزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم، وكل العالم بيتكلم على هذا الموضوع من 50-60 سنة. بدأنا بكورونا، ثم بدأنا بعد ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة التضخم العالمية الكبيرة جدا 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 اللي زودت أسعار كل شيء واللي ضغطت على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بالنسبة ما بين الدولار والجنيه اللي وصلنا النهاردة للأرقام اللي حضراتكم عارفينها، إن السعر الرسمي النهاردة إن الدولار 31 جنيه. طب الكلام ده كان أعباءه على الدولة إزاي؟ في خضم هذه الأزمة كل دولة، لأن الحقيقة كانت أزمة عالمية طاحنة، كل دولة اختارت مسار ليها. دول كثيرة جدا لقت أن فروق أسعار هذه الخدمات لن تستطيع كحكومات أو مبدأها كحكومات أنها لا تتحملها، فحملتها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول. طيب الدولة المصرية كان قرارها إيه في هذه الفترة؟ القرار اللي كان الاستراتيجي في هذه الفترة، لأن احنا كنا الحقيقة وتحديدا، وخليني أتكلم بمنتهى الوضوح، اعتبارا من سنة 22 ومنتصف 22 لما بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، إن احنا نحاول بقدر الإمكان نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة اللي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، وكانت ابتدت فعلا موجة تضخمية في بدايتها. فخدنا قرارات استراتيجية في هذا الوقت كدولة إن احنا لا نزيد أسعار الخدمات الرئيسية ولا العديد من السلع الاستراتيجية ونثبتها لفترات، وبدأنا بست شهور ثم رجعنا بعد كده مديناها ست شهور أخرى ثم مديناها المرة الثالثة ست شهور. كما أشار مدبولي إلى أن دعم الدولة لرغيف الخبز وصل إلى 91 مليار جنيه، موضحا أن تكلفة الدعم وصلت إلى 342 مليار جنيه لكل القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار. إحنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل ما ننزل شغلنا، كل مواطن مصري
آلاف المخازن بتشتغل عشان تخبز، أنا بتكلم هنا على الخبز المدعم، 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر أو ما قبل الفجر لغاية قبل ما ننزل الصبح بدري. ال 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة. لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصاه لهذا الموضوع في حدود 50 مليار أو أقل من 50 مليار. النهاردة إن إحنا ما خدناش قرار، ما زودناش كنا سعر العيش، النهاردة تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة. الشيء الثاني، إحنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للسولار. طيب إيه الموقف النهاردة؟ النهاردة عشان برضو نبقى عارفين الأرقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين، مصر بتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار. حاليا كل لتر سولار المواطن المصري بياخده وبيستهلكه الدولة بتدعمه النهاردة بخمسة جنيه، يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها. يبقى الخبز 91، السولار 90. كما أكد مدبولي أن دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد فقط وصل إلى 90 مليار جنيه، واضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه. الكهرباء، أنا كنت بقول لحضراتكم كان معالي وزير الكهرباء لما طلع في المؤتمر من 3 سنوات قال إن بحلول هذا العام اللي احنا فيه كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكان حاطط خطة زيادات أسعار ومعلنة ومنشورة إنها هتتنفذ على اعتبار أن الدولار ب16 جنيه. هو إيه علاقة المواطن حيسأل اللي هو إيه علاقة الدولار بتسعير الكهرباء؟ لأن الوقود اللي بيشغل كل محطات الكهرباء عندنا هو بنجيبه بالدولار، فبالتالي لما بجيبه بالدولار على أساس 16 جنيه غير لما بجيبه النهاردة على أساس 31 جنيه. طيب النهاردة آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لتسعين مليار جنيه هذا العام فقط. 90 مليار جنيه، لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار. كما لفت مدبولي إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت إلى 22 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المترو والقطارات هدفها هو ضمان تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل. فاتورة الأدوية اللي بتصرف مجانيا للمواطن اللي بيروح أي مستشفيات حكومية وبياخد وبيكشف عليه تقريبا بدون مقابل وبياخد معاه أدوية، الفاتورة دي النهاردة وصلت 22 مليار جنيه. أنا بدي لحضراتكم مثل ده بالإضافة طبعا لدعم الأسمدة ودعم المية ودعم لبن الأطفال والعديد من الحاجات الأخرى اللي الدولة النهاردة تقديرا للموقف وعارفة كويس قوي، واحنا عارفين واحنا موجودين وبنلمس نبض الشارع عارفين قد ايه المواطن النهاردة بيتحمل أعباء، فبقدر قدرتنا كدولة بنقدر نشيل عنه اللي احنا نقدر عليه. نيجي لموضوع آخر دايما الاقتصاديين والمواطنين لازم يفهموه. طيب بالنسبة لخدمات أخرى زي خدمات النقل، الدولة النهاردة لما بتيجي تعمل مشروعات كبيرة جدا عشان تخدم المواطن زي مترو الأنفاق زي السكة الحديد، النهاردة الدولة بتتحمل التكلفة الاستثمارية اللي بتبقى ممكن بتصل إلى عشرات ومئات المليارات للمشروع الواحد. لكن المفروض والطبيعي والمنطقي بمجرد ما
أنشئ هذا المشروع يبقى المشروع على الأقل، وده من الناحية الاقتصادية معروفة للجميع، لازم على الأقل يغطي تكلفة تشغيله وصيانته. يعني أنا لما بنشئ خط مترو النهاردة الدولة تحملت التكلفة الاستثمارية لإنشاء، يبقى على الأقل المرفق يغطي تكلفة التشغيل والصيانة. عشان إيه؟ عشان أضمن إن أنا بحافظ على هذا المرفق للمواطن المصري للأبد ومستواه زي ما هو والجودة بتاعت الخدمة بتاعته زي ما هو. طيب النهاردة تكلفة التشغيل والصيانة دي بتيجي منين؟ بتيجي من التذاكر اللي أنا بقولها للمواطن علشان يدفعها في مقابل إن أنا أضمن له إن هذه الخدمة تفضل بنفس الجودة ونفس المستوى إلى مدى زمني بعيد. فالنهاردة لما بنضطر إن إحنا نزود أسعار سواء المترو الأنفاق أو السكة الحديد فقط عشان أضمن إن أنا أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة. طب هل الزيادات اللي إحنا عملناها مؤخرا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا، لأن إحنا بقلنا تقريبا 3 سنوات لم نقم بزيادات، لأن ده كان قرار آخر النهاردة خدناه عشان برضو نخفف من الأعباء على المواطن المصري. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة وضعت خطة واضحة لزيادة الإيرادات في مختلف القطاعات خلال السنوات 5 المقبلة، مؤكدا أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون 10% اعتبارا من 2025. الدولة مع الإصلاح الاقتصادي اللي تم، إحنا أي اقتصاديين هيقولوا إن الاقتصاد بيقيم بثلاث مؤشرات، دي معروفة في أدبيات الاقتصاد وأنا هشرحها للمواطن البسيط عشان يفهم. أي اقتصاد عشان نقول عليه إنه اقتصاد صحي وناجح وجيد بيقاس بثلاث مؤشرات: التضخم والنمو والبطالة. كل ما تقل البطالة كل ما يبقى اقتصاد جيد، كل ما يقل التضخم هو اقتصاد جيد، كل ما تزيد نسبة النمو هو اقتصاد جيد. الاقتصاد المصري مع الإصلاح الاقتصادي ولغاية 21 كان حقق هذه المعادلة السحرية، كنا بنحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة. يعني أداء الدولة لغاية 21 كان بيحقق كل هذه المستهدفات. طب بعد 21 إيه اللي حصل؟ مرة أخرى الأزمة العالمية الخانقة اللي ترتبت مع بدايات التضخم العالمي، الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل اللي احنا النهاردة بنواجهها وعارفينها حوالين حدودنا وفي المنطقة وكل الضغوط اللي موجودة النهاردة. فبالتالي ده اللي أدى النهاردة إلى أن التضخم بقى بأسعار كبيرة جدا علينا، والنهاردة نسب النمو قلت، ولكن الحمد لله الدولة قادرة حتى هذه اللحظة إنها تمسك في موضوع إن نسبة البطالة منخفضة. كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة استفادت من تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الأزمات. موضوع الطروحات اللي مش من خلاله أنا مش ببيع أصول الدولة، لكن بالعكس أنا بدخل معايا القطاع الخاص شريك ويبقى هو قادر على الإدارة الأفضل وقادر إن هو يجيب عوائد أفضل، وبالتالي الدولة تستفيد وبمكن القطاع الخاص من حسن الإدارة والتشغيل. وهدفنا كله مع العديد من القطاعات، القطاع الخاص الصناعية والإنتاجية، إزاي نزيد من مساهمتهم في الاقتصاد المصري بحيث يكون فعلا الاستثمار الخاص أكتر من 65% من جملة استثمار الدولة في خلال الأربع أو 5 سنوات القادمين. ده الإصلاح الحقيقي اللي احنا بنتحرك عليه للدولة المصرية. نعي تماما ان احنا قدامنا علشان نتجاوز الازمه اللي موجودين فيها قدامنا 24 وجزء من 25 عشان نتجاوز كل الازمات اللي موجوده ونتعافى ونرجع تاني الى ما كنا عليه في سنه 2021. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئه الى قداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيه، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال لقاء البابا توادروس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكد رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا توادروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري، مشهود لها بمواقفها الوطنية
ومؤكدا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد، ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية. من جانبه أعرب البابا توادروس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب. قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تهنئته والوفد المرافق له بعيد الميلاد المجيد، كما أعرب عن سعادته بلقاء قداسة البابا متمنيا لقداسته والجميع بأيام سعيدة. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لقدسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأكد وزير الداخلية أنه يبعث لقدسة البابا توادروس والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى المعاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الميلاد نستلهم منه قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة، كما يؤكد وحدة النسيج المجتمعي وقدرة الشعب على مواجهة التحديات واجتياز الصعاب، وكذلك استكمال المسار في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا. كذلك بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية وبطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، وبعث كذلك وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. حلم المواطنة والوحدة الوطنية أصبح يعيشه المصريون، ففي ظل الإرادة السياسية الواقعية عززت مصر من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك، فضلا عن دعم التمكين السياسي للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة. هنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام.
وخلال ترأسه اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومسؤولي عدد من الجهات الرقابية، موضحا أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض والطلب، وإنما الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية خلال الفترة من 16 من يونيو 1972 حتى 14 من يناير 2011، وشهداء معركة الإسماعيلية في 25 من يناير 1952. إلى صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن تقديرا وعرفانا لتضحياتهم. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة الآلاف من بطاطين الشراء للأسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من القرى والمراكز المختلفة، وذلك من خلال مبادرة صناع الدفع. كذلك تم توزيع كراسي متحركة على أشخاص من قادرون باختلاف من خلال جمعية الأرمان. وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، تستكمل أمانة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة إطعام الطعام للأسر الأولى بالرعاية بشبرا الخيمة، وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي من خلال الأسر المستهدفة في شبرا الخيمة، وأيضا تسليم جمعيات شبرا الخيمة بالتنسيق مع التحالف الوطني، تأكيدا على إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي. وإلى أبرز تطورات الأوضاع في غزة، حيث يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية إلى القطاع. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن مصر ستستقبل باخرة مساعدات في 8 يناير الجاري، وعلى متنها 350 طنا من المساعدات. أضافت كولونا أن باقي شحنات المساعدات ستحملها باخرة ثانية وتضم لوازم طبية طارئة ومعدات طبية وأغذية تتسم بقيمة غذائية عالية ومستلزمات للمآوي. ثمن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف ثمن الموقف المصري إزاء ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وأكد وزير الثقافة الفلسطيني أن موقف مصر تاريخي إزاء التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خاصة في ضوء ما يتم الترويج له وما يعرف بالتهجير الطوعي الذي يستهدف جذب الفلسطينيين للهجرة إلى أوروبا وترك أراضيهم. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف إسرائيلي
استهدف منازل بوسط وجنوب قطاع غزة، وشن الاحتلال غارات استهدفت منازل للفلسطينيين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح، كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة داخل مدرسة في مخيم لبريج إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها. هذا فيما ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 22,313 شهيدا. وقال مسؤول الصحة في غزة إن عدد الإصابات بلغ 57,296 مصابا، مشيرين إلى استشهاد 128 فلسطينيا وإصابة 261 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. جدد جيش الاحتلال هجماته على مستشفيات تقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة، رغم أن تلك المستشفيات جميعها تعرضت بالفعل للتدمير منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. المزيد في هذا التقرير. واصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات في قطاع غزة بالقصف والتدمير، رغم أن تلك المستشفيات جميعها تعرضت بالفعل للتدمير منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. وبين الحين والآخر يجدد جيش الاحتلال هجماته على مستشفيات تقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق بأن قوات الاحتلال حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية تحتجز بداخلها العشرات من كوادره الطبية والمرضى والنازحين. وليس ببعيد عن مستشفى العودة، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن استنكاره الشديد للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ومقرا تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرا هذا العمل غير مقبول. وشهدت منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدف الطيران مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمحيطة بمستشفى الأمل التابعة للجمعية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد طالبت المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وتؤكد هذه الأحداث استمرار الأعمال العدوانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والصحي في المنطقة، ويشكل تهديدا كبيرا على سلامة وحياة المدنيين والنازحين في هذه الظروف الصعبة. منذ 7 أكتوبر الماضي لم يتوقف العدوان الإسرائيلي الذي طال كل شبر داخل قطاع غزة وتسبب في العديد من الكوارث الإنسانية. مزيد نتابعه في سياق هذا العرض والزميلة مدى سعيد. أهلا بكم. مآس يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، حيث لا تتوقف الضربات والمعارك به منذ 7 أكتوبر الماضي. وفيما توشك الحرب على القطاع على إتمام شهرها الثالث، يظل العنوان الأبرز هو الدمار والأوضاع الكارثية. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل القصف على قطاع غزة، حيث شهدت مناطق مختلفة من القطاع سلسلة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة وقصفا مدفعيا، ما أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين وإصابة عشرات الآلاف وإلحاق أضرار هائلة بممتلكاتهم ومنازلهم. وضمن أحد أهدافه استهدف قصف لطائرات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين الذين لجأوا إلى هذا المقر بحثا عن الأمان. وتزامنا مع القصف الإسرائيلي تواصل قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بقطاع غزة، تتزامن مع تنفيذ جرائم مروعة تشمل مداهمة منازل ومنشآت وتدميرها وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، فضلا عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية
وأنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية. ومع كل تلك المجازر التي يرتكبها الاحتلال، تجاوزت أعداد الشهداء الفلسطينيين حاجز 22,000 شهيد، فيما تخطت أرقام المصابين 57,000 منذ 7 أكتوبر الماضي، والحصيلة مرشحة بكل تأكيد للزيادة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لتداعيات تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين. شكرا للمتابعة. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض حلا للحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن الحل يجب أن يفرض من الخارج لأن الطرفين لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق، محذرا من أنه إذا لم تنتهي هذه المأساة قريبا فقد ينتهي الأمر باشتعال الوضع في الشرق الأوسط بأكمله. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه أهالي القطاع أوضاعا إنسانية كارثية. يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من استمرار هذه الأوضاع، خاصة مع نقص الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية في مخيمات النزوح. بعد قرابة 3 أشهر من نزوحهم من بيوتهم تحت وطأة هجمات قوات الاحتلال على قطاع غزة، يواجه من بقي على قيد الحياة من سكان القطاع أوضاعا معيشية أقل ما توصف به هي أنها غير آدمية ولا توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. وضع صعب، يعني ما حدش مفكر فينا، يعني أول ما أجينا هنا أول 15 يوم الخضرة ما لقيناهاش، المي ما لقيناهاش، الحمامات ما لقيناهاش، يعني صعب جدا جدا أول ما جينا، صعب. يعني حد الله مش عارف شو تقول، الله تقول حسبي الله ونعم الوكيل علينا، بس هذا كل واحد أمر علينا وبس. وفي ظل حصار مطبق وهجمات لا تتوقف، بات القطاع الذي يسكنه نحو 2,300,000 نسمة يفتقد للاحتياجات الأساسية من غذاء صحي أو مياه نظيفة، ناهيك عن الرعاية الصحية بعد أن دمر الاحتلال السواد الأعظم من المنشآت الطبية في غزة. احنا مش عايشين يا عمان، احنا دواري 5 طوابق الشمالي، اليوم أنا عايش على رمل وأنا مصاب في 87، عند مفصل رايح، سكر، ضغط، رجلي انحرقت وبدها يمكن بتر، يمكن إذا هذا إذا الله بيقدرنا هذا. مخيمات النازحين المؤقتة التي تتكون أغلبها من مجرد خيام بلاستيكية لم تعد قادرة على حماية من فيها من برودة الطقس والأمطار التي تكثر في هذا التوقيت من العام في الأراضي المحتلة. الأولاد الصغار صابهم إسهال وصابهم نتق وصابهم قحة وصابهم رجفة من الشتاء ومن السقعة ومن البرد ومن قلة الغوطي وقلة الملابس، ما فيش يعني عيانين، صدورنا بتجعنا من قلت الدفى، فيش دفى، ونخبز والله للناس، الناس بجنوب نخبز لهم، ما فيش كهرباء يخبزوا، وين بدهم يروحوا الناس؟ لقيهم بجنوب نحمزه هيك بالله من بشريطه نايلون حاجه بنحمل فرن فيها وبنولع وبنلملم وقيد من تحت الشجر من نواحي المصريين ومن نواحي خان يونس، والله وطخ عروسنا من المواقع بنروح ومن الشوارع بنلملم وبنحمل فرن وبننور للناس وبنخبز زي ما انت شايف بيطلعش كويس، ها؟ يعني خبز مش كويس وبنقول كويس يلا منيح نعمل. ومع
ندرة الغذاء المستمر ونفاد الوقود تلجأ سيدات غزة إلى الطرق البدائية من أجل تجهيز أي أطعمة تسد رمق أسرهم لبضعة ساعات ليعاودن في اليوم التالي نفس الكرة في رحلة البحث عن بعض أغصان الشجر والحطب التي يتم استخدامها من أجل خبز بضعة أرغفة. رياضيا، يتواصل معسكر المنتخب الوطني في العاصمة الإدارية للتحضير للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوتيفوار. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. وكان الجهاز الفني لمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قرر استدعاء اللاعب مهند لاشين لصفوف المنتخب بعد تأكيد إصابة أحمد نبيل كوكا في أربطة القدم. ختام النشرة مشاهدين إليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على استمرار التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في مختلف المجالات. الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ومدبولي يؤكد أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه. وختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على شاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات هشام عبد التواب وسمر الزهيري. إلى اللقاء.